السلام عليكم. أولاً أحب أشكركم على دعوتي للمشاركة، وطبعاً على جهودكم في تنسيق وعقد هذا المؤتمر، وأعتذر لعدم قدرتي على الحضور شخصياً. اليوم سأستعرض معكم بعض المعلومات حول أبحاث الصحة النفسية والإدمان من خلال برامجنا في جامعة مينيسوتا. برامجنا البحثية والتدريبية في مجال الطب السلوكي تركز على الإجهاد والصدمات النفسية، وعلى تحديد الآليات أو الميكانيزمات النفسية والعصبية والبيولوجية والسلوكية التي تترجم آثار هذه الضغوط والصدمات إلى نتائج صحية ونفسية. ومن الأشياء اللي بنركز عليها بالذات هي الصحة النفسية والسلوكيات المسببة للإدمان. وفي أبحاثنا بنأخذ منظور متعدد التخصصات، لذا فريقنا يشمل خبراء من مجالات عدة، ما فيها العلوم العصبية، علم النفس، تخصصات معينة في الطب والصحة العامة. ومعظم أبحاثنا بتتم في العيادات والمختبرات. اليوم كما قلت بركز فقط على جانب التعاون الدولي من برامجنا. طبعا يسعدني أن أرسل لكم أي معلومات محددة حول الدراسات السريرية والمختبرية إذا حد راغب، فقط يمكنكم الاتصال بي مباشرة بهذا الأمر. نركز في الجانب الدولي لبرامجنا على أبحاث الصحة العقلية والإدمان، وتتجلى الحاجة إلى هذا العمل في ضوء التكلفة الباهظة للأمراض العقلية واضطرابات تعاطي الإدمان. وبالفعل فإن نسبة عالية تصل إلى 14% من عبء الأمراض عالميا هي ناتجة عن اضطرابات الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات. هذا الانتشار المرتفع له آثار كبيرة على نوعية الحياة ومتوسط العمر في جميع أنحاء العالم، وتزداد هذه الأضرار في الدول الفقيرة طبعا بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات السياسية، وأيضا قلة فرص الحصول على الرعاية الصحية. أدت الجهود التي بذلها فريقنا إلى مبادرات متعددة خلال العقد الأخير، وكلها موجهة لتعزيز البحث في مجالات الصحة النفسية والإدمان، وبالذات بناء القدرة على البحث والعمل العلاجي في المناطق اللي المستهدفة والتي تعاوننا معها. وطبعا كنا محظوظين إن احنا حصلنا على دعم من عدة هيئات علمية مهتمة في البحث العلمي، بما في ذلك المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، وكذلك جامعتنا جامعة مينيسوتا، ومنظمة إبرو الدولية، والعديد من الجامعات والمؤسسات المحلية في البلدان التي نتعاون معها. هذه السلايد تتضمن أمثلة على البرامج اللي قمنا بها مؤخراً. الأول هو برنامج أبحاث القات، والذي يقيم في اليمن وكذلك في عدد من الدول الأفريقية. البرنامج الثاني هو ترتيب وقيادة مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط حول الإدمان، أميكا، أو ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط حول الإدمان. وهذا الملتقى تم تطويره كمبادرة لتطوير القدرة على البحث العلمي في مجال الإدمان واضطرابات الصحة العقلية ذات العلاقة، والتركيز كان على أفريقيا والشرق الأوسط. والتركيز في هذا السياق يتم على تدريب الباحثين والإكلينيكيين في هذا المجال. أيضا أنشأنا برامج تعاونية مختلفة مع عدد من البلدان،
بما في ذلك برنامج مينيسوتا المغرب لأبحاث تعاطي المواد المخدرة أو ملموس المغرب، وكذلك برنامج آخر مع تونس وهو برنامج مينيسوتا مونستير للضغوط والإدمان ملموس تونس. فريقنا في مينيسوتا أيضا شارك في تطوير شبكة الصحة النفسية وآثار الحروب والصدمات، وذلك في منطقة شرق أفريقيا بالتعاون مع منظمة مع جامعة ماكريري يونيفرسيتي في أوغندا وجامعات أخرى في المنطقة. فيما يتعلق ببرنامج بحوث القات، تم تأسيس هذا البرنامج أولا في اليمن بالذات في جامعة صنعاء وجامعة تعز، بالإضافة إلى زملاء وزميلات من جامعات في أمريكا وألمانيا وبريطانيا. وكانت البدايات الأولى في عام 2004 بالتعاون مع عدد من الزملاء والزميلات في جامعة صنعاء بما فيهم الدكتور ملهم الحبوري والدكتورة نجاة صايم. وبعد كذا بدأت المرحلة الثانية للبرنامج في 2009 إلى 2014 مع إضافة الدكتورة أنيسة دوكم ودكتور محمد الصوفي وآخرين في الفريق في تعز. طبعا بالإضافة إلى الجامعات اليمنية، شمل البرنامج عدد من الجامعات الإفريقية وبالذات من أثيوبيا وكينيا. هذا البرنامج هو برنامج بحث وتدريب ويعتبر فريد ومتعدد التخصصات. تم إطلاقه في البداية بدعم من المعاهد الوطنية للصحة NIH، ويركز على استخدام القات والأمراض النفسية المرتبطة به في أفريقيا وبين المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة في بريطانيا وأمريكا. كان هذا البرنامج ولا يزال البرنامج الدولي الوحيد الذي يركز على تناول القات وآثاره وعلاجه. طبعا المشاركين هنا يعرفوا القات وكيفية الاستخدام وما احتاجش لشرح التفاصيل، بس هنا أحب الإشارة إلى أن الأبحاث تشير بوضوح إلى تشابه قوي بين مكونات كيميائية في القات مثل الكاثينون ومكون مخدرات الأمفيتامين. أيضا من أجل هذا فإن القات الآن يصنف كأحد المخدرات، والقات مجرم دوليا رغم أنه مسموح بتناوله في اليمن وبعض الدول في أفريقيا. كما يعرف البعض منكم، ينتج عن تعاطي القات على المدى القصير أو الحاد تأثيرات شبيهة بتأثير الأمفيتامينز، إلا أنها طبعا أقل شدة، وتشمل هذه الآثار النشوة والشعور بزيادة اليقظة والطاقة وفقدان الشهية وقلة الإحساس بالإرهاق. تشمل التأثيرات أيضا بعض المتغيرات الفيزيولوجية مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الحرارة، عدم انتظام ضربات القلب، وتوتر العضلات، واضطراب في العديد من الهرمونات. تستمر الآثار الحادة للقات عادة ما بين 90 دقيقة إلى 3 ساعات. من الآثار اللاحقة لاستخدام القات كما يعرف البعض قلة التركيز واضطراب النوم مثل الأرق. هناك أيضا تأثيرات طويلة المدى. وجدنا مثلا في أبحاثنا أن المستخدمين بكثافة قد يعانون من أعراض الانسحاب بعد الإقلاع أو بعد التوقف، بعد كم يوم من التوقف عن تعاطي القات أو تناول القات. مثل هذه الأعراض الانسحابية تشمل الكوابيس
والشغف أو اللهفة للتعاطي، أيضا التعرق المفرط، انخفاض الطاقة، التهيج والاكتئاب، وإلى غير ذلك من الأعراض النفسية التي ترافق الانسحاب من المواد المنبهة. أبحاثنا مؤخرا أيضا أشارت إلى تأثيرات إضافية على الأداء المعرفي والعقلي، وخاصة لوظائف الذاكرة والتركيز والانتباه. نشرنا من خلال البرنامج بحوث القات أكثر من 45 مقالة علمية مقننة خلال العقد الماضي. هنا استعرض فقط أمثلة سريعة عن بعض النتائج. مثلا وجدنا أن استخدام القات يؤثر سلبا على الذاكرة العاملة أو القصيرة المدى والعمليات المرتبطة باتخاذ القرارات السريعة والآنية، وأيضا تأثير واضح على المرونة العقلية والمعرفة في التعامل مع الظروف المحيطة. وجدنا أيضا أن مستخدمي القات بالذات اللي يتناولوا أو يدخنوا السجائر أو التمباك، هذول وجدنا لديهم معدل أقل في التعلم اللفظي والتذكر مقارنة بمتعاطي القات الذين لا يدخنون السجائر أو التمباك. وجدنا أيضا في دراساتنا أن استخدام القات المزمن مرتبط بتغيرات مختلفة في الاستجابة النفسية والبيولوجية للضغوط والتحديات النفسية. مثلا أظهر مستخدمو أو متعاطي القات مستويات عالية من الكورتيزول أثناء أوقات الصباح وانخفاض في هذا الهرمون في المساء، مما يعكس نمط نهاري ضعيف لنشاط هذا الهرمون الهام مقارنة بنشاط هذا الهرمون عند العينة الضابطة أو عند غير المستخدمين غير المتعاطين للقات. أيضا هناك اضطرابات واضحة وجدناها في الاستجابات الانفعالية للضغوط النفسية، واختلال في كيفية التحكم بخبرات الغضب وبخبرات العواطف الحادة. كما ذكرنا بالإضافة إلى برنامج أبحاث القات، أسسنا برامج تعاون بحث مع جامعات في دول أخرى مثل المغرب وتونس. وهذه البرامج في مجملها تركز على الإدمان ودور الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية في الاستمرار بتعاطي العديد من المخدرات. وفي هذا السياق في البرنامجين على الأقل هناك ما اتضح في السلايد مع المغرب ومع تونس تم إنجاز العديد من الأبحاث، وتستمر الآن الجهود في سياق تعاون ثنائي وإقليمي في هذا المجال بدعم من عدد من المنظمات العلمية. طبعا خلال السنتين الأخيرتين تأخرت الأمور شوية، ولكننا الآن في سياق إعادة ترتيب الأمور لمواصلة هذه المشاريع العلمية. جانب آخر في التعاون الدولي اللي تقيمه برامجنا كان هو تأسيس والمشاركة في إنجاح ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط حول الإدمان أميكا. الغرض من أميكا من هذه المنظمة أو من هذا الملتقى هو تطوير القدرات على البحث العلمي وعلى تطوير القدرات العلاجية والخدمية في مجال الإدمان والاضطرابات النفسية في بالذات في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية. طبعا نجح الملتقى إلى الآن في إجراء العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات العلمية
في المنطقة، وحسب توصيف الكثير من المقيمين ومن المنظمات الخارجية أن هذا الملتقى، ملتقى أميكا، يعد مثالا على المبادرات التي نجحت في تقوية القدرات البحثية المحلية في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العقد الماضي. ساهمت برامجنا أيضا بشكل مباشر في جامعة مينيسوتا في تطوير شبكة للصحة العقلية وتركز على الصدمات والآثار النفسية المرتبطة بالحروب، وذلك في شرق أفريقيا. كان ذلك بمساعدة من عدد من الوحدات الأكاديمية في جامعتنا وفي جامعة ماكريري في أوغندا، حيث أجرينا بالفعل إلى الآن مؤتمرين وورشة عمل تدريبية حول هذا الموضوع في أوغندا. لسوء الحظ طبعا تم تعليق النشاط لهذه الشبكة خلال السنة الماضية بسبب وباء جائحة كورونا، لكننا الآن نمضي في تأسيس أو في تخطيط لأنشطة هذه الشبكة في العامين القادمين. فريقنا العلمي في جامعة مينيسوتا كان أيضا من ضمن الفرق العلمية التي واكبت ظهور وتطور جائحة كورونا، حيث أطلقنا بحث صحي مسح عالمي يركز على تأثير هذه الجائحة والأعباء الإضافية لفيروس COVID-19 على الصحة النفسية. كما تعرفون أن هذه الآثار واضحة في الواقع. COVID-19 كان بمثابة صدمة للعالم، توقف كل شيء في وقت مبكر من عام 2020، وما زالت تأثيرات هذا التوقف والاضطرابات المصاحبة مستمرة إلى اليوم. العديد من التغييرات والتعديلات في حياتنا حدثت في ذاك الوقت، والفرق العلمية مثل فريقنا رأينا أنها ستؤثر بشكل مباشر على الصحة العقلية على خطر تعاطي المخدرات والعوامل السلوكية والمعرفية الأخرى، بالإضافة طبعا إلى الأخطار البدنية وأخطار الوباء ذاته. من أجل هذا أطلقنا بحثنا في أوائل 2020 خلال الأشهر الأولى للوباء في مارس 2020، وقمنا بترجمة الدراسة إلى العديد من اللغات وترجمة الأدوات المرتبطة بها والاستطلاعات إلى العديد من اللغات، وتم تعميمه في جميع أنحاء العالم. طبعا حاولنا في بحوثنا في هذه المرحلة توثيق ومتابعة الموجة المبكرة للجانحة، ووجدنا بالفعل زيادة واضحة في مناطق مختلفة من العالم، في زيادة في الأعراض السلبية المتعلقة بالصحة العقلية، أعراض مختلفة، زيادة في تعاطي المخدرات، طبيعة الحال، العزلة الاجتماعية والتوتر كان في صميم هذه المخاوف. جمعنا العديد من المقاييس التي ركزت على مختلف الجوانب الصحية والنفسية، وبدأنا في بالنشر من هذا البحث، ونقوم حاليا بدراسة طولية، أي دراسة
متابعة المشاركين في الدراسة، ونتمنى أن النتائج التالية تنشر قريبا، ويمكن لأي منكم أن يشارك. هناك بيانات وإحصائيات للمهتمين منكم، يمكن أن يقوموا بعمل إضافات إليها أو بعمل تحليلات إحصائية ونشرها بالاتفاق مع فريقنا. في هذا الجانب نعمل الآن على نقل أو ترجمة هذه الأبحاث وهذه النتائج نحو تطوير طرق علاجية يمكن نشرها عن بعد، والتدريب وتدريب الباحثين وكذلك تدريب المعالجين على تطبيقها في الميدان. طبعا هناك تدخلات واستراتيجيات تساعد في التخفيف من ثقل أعباء مثل هذه الأزمات، مثل الحروب والاضطرابات الاجتماعية الكبيرة أو الأوبئة. على سبيل المثال، بعض الاستراتيجيات تشمل أشياء مهمة حتى ولو بسيطة لكنها مهمة، مثل التواصل الاجتماعي مع الآخرين، مع الأصدقاء والناس الذين نجد لديهم الدعم المعنوي. من المهم مثلا دعم العادات الصحية الإيجابية، دمج عادات جيدة وصحية في الروتين اليومي. بعض الاستراتيجيات تركز على التعامل المعرفي والاستراتيجيات العقلية التي يمكن التدريب عليها في مواجهة المواقف السلبية في الحياة. وطبعا أيضا أشياء أخرى مهمة جدا وممكن أن تكون لها دور إيجابي في الحفاظ على الصحة العقلية والنفسية للفرد، مثلا الاهتمام بتتبع عادات جيدة في تحسن في جودة النوم. هذه الأشياء ممكن أن تكون لها دور في الحفاظ على الصحة بشكل عام. بالطبع في السياق الدولي، وخاصة لما نشمل دول فقيرة أو دول غير نامية، هناك حاجة إلى زيادة القدرة على الخدمة من خلال توفير التدريب وتسهيل برامج للتبادل لتعزيز هذه القدرة. والهدف دائما هو المرونة والقدرة على التعامل مع التحديات الكبيرة والاضطرابات الكبيرة اللي بيواجهها عالمنا اليوم. في الختام، أحب أشير إلى أن هناك العديد من الفرص للمشاركة في البحوث في مجالات الصحة أو في التدريب. طبعا نعرف أن هناك حاجة خاصة لتطوير القدرات البحثية والعلمية لتوجيه أي جهود محلية في هذا السياق. طبيعة الحال أعرف أن الكثير من الزملاء في اليمن رغم قلة الموارد والتحديات دائما يرغبون في المشاركة والإسهام. نقدر طبعا الحاجات الأساسية اللي بيواجهوها، مثلا تأمين الدعم لمواجهة الأشياء، الحاجات الأولية. ومع ذلك أحيي استمرار المحاولة. زي ما تعرفوا، استمرار المحاولة بيزيد من احتمالات النجاح، أما توقف المحاولة فهو الفشل الأكيد. لذا شجع كل الزملاء والزميلات على الاستمرار على المحاولة والاستمرار مهما كانت الصعوبات، وأتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح. أوكي، هذه بعض الصور من بعض الفعاليات والدورات اللي أجريناها في السنوات الماضية في اليمن والمنطقة العربية والأفريقية.